في تقرير جديد لمنظمة العمل الدولية حذرت المنظمة الأممية من تأثير انتشار جائحة كورونا على سوق العمل، حيث أغرقت هذه الجائحة 100 مليون عامل إضافي في الفقر، ذلك بسبب التراجع في ساعات العمل وغياب فرص عمل جديدة في سوق العمل. نتعرف أكثر معك غواء على هذا الموضوع. دعنا نتعرف أكثر عبد العزيز ومشاهدينا، إذ بالفعل حذرت منظمة العمل الدولية من أن أزمة الجائحة ستستمر للأسف، ومن المتوقع أن يبقى 220 مليون شخص على الأقل عاطلين عن العمل خلال العام الجاري، أي ما يعادل نسبة 6.3%، حيث تتوقع المنظمة التابعة للأمم المتحدة تحسنا قد يشهده سوق العمل العام المقبل، ليهبط عدد العاطلين عن العمل إلى 205 ملايين شخص، ما يعادل 5.7%، ولكنه مستوى أعلى من الذي سجل عام 2019، أي قبل انتشار فيروس كورونا، وهو 187 مليون شخص عاطل عن العمل، أي ما نسبته 5.4%. فيما يتعلق بآفاق التوظيف والآفاق الاجتماعية، أعلنت المنظمة أن نمو التوظيف سيكون غير كاف لتعويض الخسائر التي حدثت حتى عام 2023، هذا على الأقل. وبحسب التقرير فإن خسائر ساعات العمل خلال العام الماضي تصل إلى 144 مليون وظيفة بدوام كامل، هذا مقارنة مع عام 2019. ويعد المليارا عامل من شبان ونساء حول العالم في قطاعات غير رسمية هم الأكثر تضرراً، إذ يزيد حالياً عدد العاملين في شتى أنحاء العالم الذين يصنفون كفقراء أو يعانون من فقر مدقع بواقع 1.8 ملايين، هذا مقارنة بعام 2019. وفي هذا الإطار بيّن الخبير الاقتصادي بمنظمة العمل الدولية ستيفن كون أن البطالة لا تشمل تأثير ذلك على سوق العمل، حيث استؤنفت التوظيف أو استؤنف في الولايات المتحدة بعد خسائر كبيرة، كما لا يزال الكثير من الموظفين في أوروبا على سبيل المثال يعملون وفق برامج ساعات عمل منخفضة.